تقول السائلة: هل الجلوس بعد صلاة العشاء والتحدث في أمور الدنيا أو في أمور الدين يعتبر من اللغو؟ رسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها. الأولى أن المسلم ينام بعد العشاء من أجل أن يقوم للتهجد، يقوم للتهجد من آخر الليل، وإذا سهر بعد العشاء يثقل عليه القيام في آخر الليل. نعم.